إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد